بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 60. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. فقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا في رسالته المسماة بالتدمرية في بيان وجوب الإيمان بالشرع والقدر، وأنه لا تعارض بينهما، ردا على الذين زعموا التعارض بينهما من الجبرية والقدرية. فقال رحمه الله: لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم بين الشيخ رحمه الله أن دين الرسل واحد هو دين الإسلام وإن تعددت شرائعهم، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. قال: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم إن واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه كون دين الأنبياء واحدا مع اختلاف شرائعهم، فقال: فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي.
فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.